بسم الله الرحمن الرحيم. جاء لقاءنا اليوم كمتقاعدين عسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في لواء الغوار الشمالية لما أصاب أهلنا في غزة من حدث جلل وعدوان سافر من العدو الصهيوني لم يراعي فيه إلا ولا ذمة، قتل الأطفال والنساء والشيوخ ودمر البنية التحتية، وهذا قضى مضاجعنا وعلى رأسنا جلالة الملك المعظم وخطابه السياسي القوي في مؤتمر القاهرة للسلام. فكانت هذه المبادرة لإظهار حجم وقفتنا ومغازرتنا لإخواننا في غزة والتفافنا حول القيادة الهاشمية بمواقفها العظيمة والتي هي ليست وليدة اليوم وإنما على مر التاريخ. وجاء خطاب سيدنا القوي مؤكدا على احترام القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة وضرورة إيصال المساعدات لإخواننا في غزة بشكل مستمر، بالإضافة إلى منع التهجير لإخواننا في غزة وعدم تكرار مأساة عام 1900 أو نكبة عام 1948. خطاب سيدنا جاء مؤكدا أيضا على ضرورة تغيير المفاهيم الدولية حول السماع من طرف واحد اللي هو جانب الإسرائيلي، وأكد أيضا جلالة سيدنا على أن الدم الفلسطيني ليس أقل من الدم الإسرائيلي، وأكد أيضا على أن القانون الدولي هو في تباين في تطبيقه وسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التنفيذ والتطبيق، وهذا كله كما وصفه سيدنا الله يطول بعمره دعا إلى اليأس والإحباط والغضب لديه. ونحن في اجتماعنا هذا جئنا مؤيدين لموقف جلالة سيدنا لتماسك جبهتنا الداخلية وعدم السماح لأي كان أن يستغل هذه الفترة أو الفرصة لتنفيذ مخططاته أو النيل من سمعة وأمن واستقرار هذا البلد. إن قواتنا المسلحة تربينا فيها على حبنا لأراضينا الفلسطينية ومقدساتنا كما تربينا في مدارس الهاشميين على هذا النهج. إن مصاب الأخوة الفلسطينيين هو مصابنا، وفي نهاية المؤتمر خرجنا ببعض التوصيات والتي من شأنها تعزيز المفاهيم لدى المواطنين جميعا ولدى أخواننا وتوضيح الصورة والبعد عن كل الإشاعات وما يروج له خدمة لذوي الأنفس المريضة. حفظ الله الأردن وسمو ولي العهد المعظم وحفظ هذا البلد آمنا مستقرا، والرحمة لشهدائنا الأبرار، وإن شاء الله تفك هذه الغمة قريبا ويعود السلام والأمن في منطقتنا، والله ولي التوفيق. سيدي، هذه المبادرة جت من نخبة من بعض المتقاعدين العسكريين زملائنا في بلدية معاذ بن جبل وفي الأغوار الشمالية كافة. المبادرة هاي سيدي أول شيء دعم لأهلنا في فلسطين وفي غزة. الأمر الآخر تثمين وتقدير جو سيدنا الله طول عمره جلالة الملك. والأمر الثالث كمتقاعدين عسكريين إحنا يعني دعم لأخواننا بالجيش العربي والأجهزة الأمنية. هذه الجلسة أتت على أثر الأحداث الجارية في قطاع غزة، وهذه الجلسة هي تأكيد من المتقاعدين العسكريين وقوفهم إلى جانب أهلنا وأشقائنا في غزة على مجريات الأحداث، على القتل، التدمير، التهجير القسري اللي قاعد بيتم، وهي أيضا جلسة أراد المتقاعدين منها أن يرسل رسالة سواء كان للداخل أو الخارج أن المتقاعدين خصوصا والشعب الأردني عموما يلتف حول قيادته الهاشمية، ونثمن عاليا مواقف جلالة الملك التي دائما هي تنحاز لصالح الأمة بشكل عام ولصالح الوطن، وخصوصا مواقفه الأخيرة اتجاه القدس والمقدسات واتجاه ما يجري من أحداث في غزة، وقد أكد على ذلك في خطاب تاريخي، خطاب
قوي، خطاب نابع من غضب هاشمي كبير على مجريات الأحداث التي تجري لإخواننا وأهلنا في غزة. كان هذا الخطاب له دلالات كبيرة وكان له تأثير كبير على مجريات الأحداث، حتى أنه كان له تأثير على المزاج الشعبي العالمي لدى شعوب العالم، وكيف أن هذا المزاج أصبح يصل إلى الحقيقة ويعرف ما هي الحقيقة بخصوص ما يجري من الأحداث التي يظللها أو تظللها ماكينة الإعلام الإسرائيلية من أكاذيب باطلة لا وجود لها. هذا المنطلق نؤكد جميعا كمتقاعدين عسكريين وقوفنا خلف جلالة الملك وولي عهده الأمين، ووقوفنا أيضا مع أجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي في الواجبات الموكلة إليه بخصوص ما يهم الوطن وما يهم الأشقاء في غزة وفي فلسطين بشكل عام.